السلام عليكم. يجري حاليا إنشاء واحدة من أكبر المراكز الجامعية في الجنوب الجزائري، وبالضبط في ولاية بشار، حيث أنه الآن جاري الأشغال بهذا المجمع الجامعي اللي يعني يضم عدة تخصصات، من بينها كلية للطب إذن في هذه الولاية، واللي الأشغال راهي حوالي تقرب يعني حوالي 60% حسب الصور اللي عندنا. وللعلم أنه هذا المركز الجامعي يتسع ل10,000 مقعد بيداغوجي، ويتم يعني تسليمه تدريجيا، كل سنة يسلم 2000 مقعد بيداغوجي حتى يصل العدد إلى 10,000 مقعد. إذن وكذلك المشروع هذا تم تصميمه من طرف واحد من أكبر المكاتب تاع الدراسات في الجزائر، حيث أنه نفس المشرف هذا هو نفسه الذي أشرف وصمم عدة مستشفيات، منها مستشفى محاربة السرطان بالأغواط، وكذلك مستشفى محاربة السرطان بالشلف، وعدة مشاريع رائعة يعني في وعصرية يعني بمقاييس يعني هندسية وجمالية جد متطورة. وسوف يكون لنا موعد مع هذا المكتب تاع الدراسات اللي عنده أكثر من 20 مشروع في الجزائر، كلها بطراز عالمي، وكذلك هو نفسه الذي يتكلف بمتابعة الأشغال بكل جوانبها، من هندسة كهربائية، وال يعني كل ما هو علاقة بالميتريز دو لوفراج، يعني المتابعة في المشاريع في الميدان، زائد يعني على أنه مكتب تاع يدير تصاميم لمشاريع رائدة في الجزائر. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.